في حراك جديد وليس بعيدا عن ساحات التظاهر اجتمع متظاهرو ذي قار في بهو الإدارة المحلية وسط الناصرية لمناقشة قانون الانتخابات والتعريف بأهم بنوده من قبل ناشطين في ساحات التظاهر وبحضور مفوضية انتخابات ذي قار. إن بعد أن أقر مجلس النواب العراقي قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 أصبح لزاما أن تعم الثقافة الانتخابية حول هذا القانون لتكون ممارسة ديمقراطية واعية وواسعة، ونحن اليوم في رحاب هذه الندوة لشرح تفاصيل قانون الانتخابات وبالخصوص الدوائر الانتخابية ومدى تحرك المرشح في داخل هذه الدائرة ومن هم ناخبي هذه الدوائر الانتخابية. يعني صح هو أفضل من سان تليغو، لكن احنا هسه على مستوى الناصرية، يعني الناصرية صار بيها 5 دوائر، يعني المركز كان مفترض أن يكون دائرة واحدة وبست مقاعد أو 7 مقاعد، لكن اللي جاي نشوفه مو صحيح. يعني أكو أحياء بصوب الجزيرة هم مشمولين على الصوب الشامية. ورغم الدعوات المشاركة الفاعلة في الانتخابات وتحديث سجلات الناخبين، انقسم الحاضرون هنا في المؤتمر بين مؤيد للقانون والرافض له. أما عوائل الشهداء فاعتبروا القانون هو ثمار التضحيات والسير بالاتجاه الصحيح. نحن عوائل الاحتجاج السلمي في محافظة ذي قار حضرنا اليوم الندوة الحوارية بخصوص قانون الانتخابات المصادق عليه أخيرا من قبل رئيس الجمهورية، ويعتبر هذا القانون ثمرة من ثمار الثورة التي بدأت في تشرين من العام الماضي. هذا القانون لا يلبي طموح الجماهير ولا يلبي الشارع العراقي، بالإضافة إلى أنه هذا القانون الذي أخر لا يوازي الدماء التي سقطت من أجل العراق والحرية. وتبقى آمال المتظاهرين معقودة لقطف ثمار تشرين بالمشاركة الفعلية من قبل الشعب لتصحيح مسار العملية السياسية بحسبهم. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.